يعني وصل الحال بجمهور النصر الان من المتابعه انه لما تقول لهم ادعموا اداره النصر يزعلوا منك. يعني تخيل وصل الحال بجمهور النصر الى هذا الحال. طب ما الذي اوصل الجمهور الى هذا الحال؟ بالتاكيد في اخطاء اداريه، في اخطاء فنيه، في اخطاء كثيره. ايش الحل لهذا الموضوع؟ انا واحد اتكلم على مدرب، يمكن شفتوا ما شاء الله شفتكم عده حلقات تكلم عن مدرب وردود الفعل، ما بتكلم على مدرب ولا على اي شيء. الان انت مسلي كرئيس نادي وادارتك في الاوضاع الحاليه للفريق النصراوي، ايش 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 المفروض تسوي؟ ايش رده فعلك؟ ايش ردك؟ العمل. العمل لن تنجح الا بالعمل، والعمل ايش هو؟ نتائج. والنتائج كيف تاتي؟ رقم واحد بالانضباط في نادي النصر. انت ليش مشيت حمد الله؟ تنشد الانضباط، صح؟ مشيت نجم الفريق اللي كل يعني معظم الجمهور النصراوي زعلان انه يمشي. اذا كمل بغض النظر عن حمد الله، كمل في الانضباط والنظام، ولا تخاف الحق في اي احد، لا تخاف انك تسوي اي شيء في اي احد طالما في النظام. بعد كده المدرب، احنا زي ما كنا نتكلم عن مانو منزيس فترات، مانو منزيس مشوه، اثر المشكله مش كانت في المدرب فقط، كانت في مشكله اداريه وضحت بعد كده. هذا جانب الانضباط. الان الانضباط يعني تاليسكا ما شاء الله لاعب كبير، كل مباراه يطلع كل كم يوم تصريحات، لا لا لا، اللاعب وقف اللاعبين على التصريحات. اللاعب لو فاز الفريق نعم يكتب مبروك عشان تجي له ما شاء الله 6 7000 8000 ريتويت ولايكس، اوكي انبسط فيها، لكن غير كذا لا يتكلم ولا لاعب. هذا من ضمن الانضباط، هذه غير موجوده في النصر الفترات السابقه. لهذا احنا نقول، ما انا بقول ادعم مسلي، مسلي ادعم نفسك بتطبيق النظام. تبى تغير الصور، انا شفت يعني للاسف في صور اكس كذا في وجهه، لا 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 يستحق الرجل هذا بكل امانه، ليس دفاع عنه. نعم اخطا، وانا اكثر ناس تكلمت عليه يعني على اخطائه، لكن يا مسلي لن تنجح الا بردك في النتائج، والنتائج تاتي بالذي ذكرت لك هو. والله حتى لو مدرب ما كان المدرب الكبير، حتى لو كان 60-70% ان انضباط، واسال كثير من الفرق، جو مدربين ترى عاديين في الفرق وحققوا بطولات، لكن بالنظام والانضباط ستصل في النهايه الى النتيجه. نهايه يا مسلي عندك ادوات النجاح، عندك كل شيء. يمكن تذكر وجود هذه كما تذكرون حقتي، وكان ماجد تويدري يعيدها مره ثانيه، قلت يا مسلي في بدايه الدوري اول حلقه، ترى عليك مسؤوليه كبيره لانه عندك كل شيء، حتتبهدل لو النتائج كانت سيئه، وهذا اللي حاصل الان شوفوه. اذا في يدك يا مسلي تعيد كل شيء بشغلك بانضباطك بعملك، ونحن على معرفه، يعني انا نحن نعرفه بكل امانه، رجل عنده فكر عالي ويستطيع تطبيق ذلك. لهذا جمهور النصر ينتظر منك ذلك، وستتغير كل الصوره اللي شايفها الان في تويتر.